السلام عليكم خواتاتي. اليوم نقدم لكم طاكوس منزلي. خير ملي نجيوه من الزنقه نديروه في الدار. نبداو على بركه الله ونوريكم المقادير. عندنا فرينه، عندنا قبل دجاج قطعناه هكا صغير، نشرملوه ونخليوه لجهه. واش نديروا له؟ نديروا قليلا من الملح، نديروا له قليلا من الكاري، غير شوي برك، نديروا له قليلا من الزنجبيل خاطرش الدجاج يحب الزنجبيل، وشويه من الكركم اللي هو مفيد للصحه. مغرفه تاع الخردل اللي هي لا موتارت بالفرنسيه، وحده بواطه ياغورت ناتور اللي هو الزبادي، ياغورت ناتور طبيعي، ياغورت طبيعي بلا نكهه. ونخلطو فيه خواتاتي، نخلطو كامل هادو كما راكم تشوفو هكا، ونخليوها على الجهه. والعجينه والمقادير واش فيها؟ عندنا 500 غرام فرينه، نص كاس تاع زيت، مغرفه معلقه كبيره تاع خميره، ومعلقه سكر، ونخلطو بيدينا كيما ما عارفين. واللي ما عنده شيء، اللي عنده يخلط بالبيترون، اللي ما عندوش يخلط بيديه، ونعجنها بالماء دافئ حتى تولينا عجينه، ونوري لكم من بعد. شوفوا خواتاتي، من بعد درناهم دي بول ونخليهم يخمروا، بعد نتلاقى. شوفوا خواتاتي، ها هيك هذاك الدجاج كلي واسيناه، دوك نحطوه يتقلى. شوفوا خواتاتي، ها هم شكله خمروا لنا، ومن بعد ناخذوا وحده ونوري لكم على بركه الله. هكذا هكذا حلوها مليح. حلوها رقيقه هكذا. بعد نحطوها المخلل تاعنا هكذا، ونخليوها حتى تطيب. كي طيب نوريكم كيفاه تجي. شوفوا خواتاتي، ها هو كيف جايبه. ناخذ المايونيز اللي وريتها لكم في القناه تاع الدار اللي خدمناها الخطره اللي فاتت هكذا. ناخذ كميه من المايونيز، ناخذ كميه من الدجاج. شوفوا كي جانا، شوفوا جانا طري الخزور. ناخذ هكا كميه من الفخيت بطاطا، وكميه من الطماطيش، كل واحد يدير على الكميه اللي يحبها، وكميه من السلطه. من بعد نقفلو خواتاتي هكا، هكذا، ونوريكم كيفاه نديروه، كيفاه نديروه، من بعد نديروه في المقلة. لي عندها البانينوس سبحان الله، دوكا كاين لي عندو كاين لي ما عندوش. لي عندها البانينوس ديرها في البانينوس، ولي ما عندهاش ديرها في المقلة، وتضغط عليها مليح هكا، من بعد نوريها لكم في الصحن التقليدي. على خير خواتاتي، شوفوا كيف جانا الطاكوس المنزلي، خير من نشوه برا. وبصحتكم وبصحتي، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس، وبالسلامة عليكم.